هو أثير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي، يمكن لخطأ منا في تركيب اللحن. احنا ادينا امبريشن انه في ابيات مكسورة، ففي واحد كتب وانا رديت عليه، لانه مثلا في حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود، من حاول ان يدخل حجرتها مفقود. احنا شلنا كل الحاجات اللي تو خليناها في الاخر، يعني من حاول يدخل حجرتها، من حاول ركض فائرها، يا ولدي مفقود المفقود. والله الحقيقة أن القصيدة زي ما تعرف أنت تعرضت إلى كثير من الشغل. يعني وقت أرسلتها إلي كان عام 1973، بعدين طلعت بعام 1976، واشتغلنا بالتليفونات بين القاهرة ودبي وشخصيا، ويعني ناتج عن هاللعب اللي أنتوا لعبتوا بالقصيدة لدوافع موسيقية. وأنا احترمت رغباتكم، لكن أنا بعتقد أن القصيدة كما كانت بالأصل، وقلت لك يا على التليفون هذا الكلام من دبي، قلت لك يا أستاذ عبد الحليم أنا أخشى أنه القصيدة عم تخسر من تشكيلها الأولي، من بنيتها الأولي. أنا بتعرف أنه أنت بتعرف كفنان أنه القصيدة هي الدفقة الأولى دائما، كما أن اللحن ده. فكل عمل صناعي يأتي عليه في الأخير لأي سبب، يعني سبب فني أو سبب تلحيني. يعني أنا كنت ضد التغيير، لكن يعني ما قدرت. رغباتك كانت برضو رغبات الموجي من جهة أخرى. يعني في ناس بياخدوا المعنى السطحي للكلام، وفي ناس بيقول لك والله دي الأستاذ نزار بيبحث فيها أو بيتكلم فيها عن حرية الإنسان، وإنه الإنسان بيجي الدنيا ويعطيها كل شيء ولا يأخذ منها شيء، حتى حريته لا يستطيع إن هو يأخذها في أي مكان أو في أي زمان. شوف أستاذ عبد الحليم، يعني قيمة الفن الكبير، وهذا معانا مش ضدك، قيمة القصيدة أنها حينما تغادر فم الشاعر وأصابه وتطلع تخرج من يده تماما وتصبح ملك الناس، وكل واحد يفسر على كيفه، وأنا لا أزعل من هذا. أنا يذكرني ببيت المتنبي، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. فمن حسن حظ القصيدة أن الناس مش كل واحد زي التاني، فلا بد يعني من فسرها أنه مفهوم الحرية عال، من فسرها على أنه المرأة المستحيل التي لا تطال، التي ليس لها وطن أو أرض أو عنوان، كله صحيح. يعني كل واحد يأتيني ويفسر القصيدة بقول له مظبوط، ده اللي تقوله صح. ما هو معلش معلش، يعني هذا غنى للقصيدة وليس فقرا. هو بس انت عارف ان احنا جماهيرنا العربية بتحب قوي انه يعني الشاعر او المغني يفسر. لا، مش وظيفتنا فعلا، مش وظيفتنا ابدا. يعني انت ترى انت تغني وانا اكتب، كل واحد بالنسبة لجذوره الثقافي، بالنسبة لأعماقه الداخلي، هو الذي يفسر، وهذا الذي يغني. هلا خذ الصور، أمام صور بيكاسو ورينوار، يدخل 10,000 إنسان إلى متحف ما، يفسر. كل واحد بيشوف الصورة من بعينه الخاصة، وهكذا الشيء. وكذلك القطعة الموسيقية، يعني لا تتصور أنت عم بيسمعك اليوم 150 مليون عربي كلهم عم يسمعوك بنفس المستوى الثقافي. لا لا لا، كل واحد يفسرك ويفسرني كما يشتهي، وهذا أعتقد أنه إضافة للأغنية. طب ممكن أسألك سؤال ولو محرك شوية؟ طب هل استطاع الأستاذ محمد الموجي كملحن أن هو يصور كلماتك كما حسيت بها أنت؟ جدا، يعني لحنا تعبنا الموجي، وانت تعبك، وانت حبسته برضه بالمينا هاوس لمدة شهر او ما اعرف. يعني هو كان لازم حبس الحقيقة، لانه انسان يجب كان ان يعني ينضبط، والحمد لله يعني نتيجة الانضباط طلع مع الموجي اشياء عظيمة جدا. وبعتقد انه هذا العمل متكامل.